فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن كذا جزئية مهمة جدا. الجزء الأول هو Tubular Transport Process. احنا شرحنا في الفيديوهات السابقة الانترودكشن والفانكشنال استراكشر رينال سيركوليشن جلوميرولر فلتريشن ريت وكليرنس. النهاردة عايزين نتكلم على أول توبيول في النفرون وهو بروكسيمال كونفوليوتد توبيول. بس قبل ما نيجي نتكلم على هذا التوبيول لازم في الأول نتكلم عن مقدمة مهمة جدا لوظيفة الكدني. كلنا عارفين إن الكدني وظيفتها ري أبزوربشن، ترجع للدم الحاجات المهمة، وسكريشن التخلص من الحاجات اللي احنا مش عاوزينها في الدم نرميها في اليومين. ازاي الكلام ده هيحصل؟ من خلال التوبيول، النقل عبر انابيب الكلية. عمليات النقل دي هو ده اول عنوان في فيديو النهاردة، Tubular Transport Process. علشان اتخيل عملية النقل عايزك تفتكر هيستولوجي. لو انا خدت ترانسفيرس سكشن ان بروكسيمال توبيول، قطعت في البروكسيمال توبيول بالعرض، هيبان الدايره اللي انتوا شايفينها دي. طيب الدايره دي هي تمثل السل، ده بشكل بسيط جدا هتقول لي ماشي، والسل في نصها في اليومن. انا عندي التجويف اهو، ده اليومن بتاعي. طيب اليومن متبطن بخلايا، ومن بره نقط البلازما، انا عندي البلازما موجودة من بره. يعني معنى الكلام ان السيلز باللون الاحمر في النص، اليومن قدامها والبلازما وراها. عشان كده لو انا اخدت قطاع طولي في البروكسيمال توبيول هيبان السل في المنتصف كأنها بتشاور على مكانين، ليها شباكين، شباك ناحية اليومن وشباك ناحية البلازما. طب انا عايزك تتخيل السل، السل بتبان في شكل مثلث بيراميد. المثلث ده ليه ايبكس زي ما انتوا شايفين، ليه قمة وليه بيز او قاعدة. طيب عايزين نرجع للرسمة اللي فاتت، ادي الايبكس بتاعي اهو، الايبكس بيشاور ناحية اليومن. عشان كده هسمي البوردر بين السل واليومن باسم ابيكال بوردر. طب بص بقى معايا، ادي معكان الماوس. طيب والبوردر اللي بين السل والبلازما من بره اللي انا بشاور عليه بصباعي هسميه بيزو لاترال بوردر، وده اللي انا كتبت لكم عليه، ابيكال بوردر ناحيه اليومن، بيزو لاترال بوردر بيكون ناحيه البلازما. طيب هو ده البدايه بتاعتي. طب تعالوا ناخد لونجيتيودينال سكشن. لونجيتيودينال سكشن هقول ان ده التوبيولر سل، ادي اليومن وادي البلازما. طيب علشان افهم التوبيولر ترانسبورت بروسيس كويس، انا عايزك تعرف ان النقل عبر الخلايا بيحصل بطرق مختلفة، ودي انا بسميها ترانس توبيولر بروسيس. يعني ترانس، بص على الاسهم اللي معدية من اليومن الى السل، او من السل الى البلازما، دي بسميها ترانس توبيولر. طيب عايز افكرك بانترودكشن بايوفيزيكس قلناها قبل كده، قلتلك ان النقل قد يكون باسيف وقد يكون اكتف. وقلنا ان الباسيف ترانسبورت معناها نقل من كونسنتريشن عالي الى كونسنتريشن اقل، داون الكترو
chemical gradient. وإذا كان النقل لا يحتاج إلى carrier هسميها simple diffusion. طب لو محتاج لكارير هسميها facilitated diffusion. النقل عبر الوسطة لازم بروتين كارير اتنقل من خلاله. طيب الفاسيليتيتد زي السيمبل بالظبط من هاي تو لو كونسنتريشن، ولكن مع اختلاف نيدز كارير. افكرك برضو اي ديفيوجن لا يعتمد على طاقة، مفيش انرجي، لانه لو اعتمد على انرجي بقى اكتف ترانسبورت. طيب الاكتف ترانسبورت في سنة اولى قلنا نوعين، حاجة اسمها primary active بمعنى هكسر الـ ATP بتاعي وعلى هذا الأساس أتحرك، يعني أنا بتحرك بالإنرجي driven بتاعتي أنا. والمثال صوديوم بوتاسيوم بامب، أخرج 3 صوديوم ودخل 2 بوتاسيوم، كلام عادي جدا قلناه زمان. طب دكتور كان في ترانسبورت اكتف اخر اسمه سكندري اكتف ترانسبورت. سكندري ده هو تابع للبرايمري. يعني ايه؟ بص معايا على الرسمه، الرسمه اللي موضحه امامكم ده ترانس توبولار بروسيس في كل انواع النقل. بمعنى نبتدي بالبدايه صوديوم بوتاسيوم بامب. طب انت ليه بدات بالبدايه دي عند البيزو لاترال بوردر بين السل والبلازما؟ دايما في مينتننس للرستنج ممبرين بوتنشل، هخرج 3 صوديوم وهدخل 2 بوتاسيوم. سؤالي الاول، تتوقع الصوديوم كونسنتريشن جوه السل هنا زايد ولا قليل؟ تقولي اكيد قليل، احنا حركنا زيادات الصوديوم من جوه السل لبره بالبامب، يبقى الصوديوم كونسنتريشن هنا قل. اقول لك ماشي، طب ما هو في صوديوم نازل في اليومن، اكيد الكونسنتريشن بتاعه اعلى من تركيز الصوديوم اللي اتبقى في السل. ايه ده؟ يعني هنا هاي وهنا لو كونسنتريشن، فتحرك الصوديوم من هاي الى لو باي diffusion. يبقى اذا انا قلت نوعين ترانسبورت، برايمري اكتف قل الصوديوم هنا تحرك الصوديوم بسيمبل ديفيوجن. نيجي بقى للجلوكوز، انا بديله كاكزامبل وان شاء الله الفيديو القادم الكلام عن الجلوكوز ابزوربشن بالتفاصيل وموضوعات تانية. طيب الجلوكوز اللي في اليومن عنده مشكلة، قال انا مش هقدر اتحرك من اليومن للسل لوحدي، انا محتاج كارير. قلنا له بص الكارير بتاعك هو الدايرة السودة دي، انت هتتنقل مع الصوديوم في نفس اتجاه الصوديوم. بص حتى الاسهم ان ايه من اليومن للسل، جلوكوز من اليومن الى السل، انت كو ترانسبورت. وقلنا كلمة كو معناها ايه؟ نفس الاتجاه زي كو ابريشن او شركة. لغاية دلوقتي كلام واضح جدا. طب سؤالي ليكم، هو نقلة الجلوكوز من اليوم للسل باسيف ولا اكتف؟ اقول لك اكيد اكتف. ليه يا دكتور؟ ما هو علشان الجلوكوز يتنقل بيعتمد على الصوديوم، وعشان الصوديوم يتحرك من اليومن الى السل معنى كده ان تركيز الصوديوم هنا قل. طب ومين اللي قلله؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي هو برايمري اكتف ترانسبورت. يعني ابحث عن البامب اولا، واي خطوات تاليه هي سكندري، عشان كده نقله الجلوكوز تابع للبامب. انا استفدت من تكسير الاي تي بي بتاعك يا بامب، عشان كده secondary active transport. دخل الجلوكوز جوه السل، تقولي عادي جدا
طب انا عايز انقله من السل الى البلازما. طب يا دكتور سؤال، هو جلوكوز دلوقتي اللي جوه السل اصبح عالي ولا لا؟ عالي، اتنقل من هنا لهنا، من اليوم اللي السل زاد هنا. طب وتركيزه في البلازما؟ قليل. تقول لي بس يعني انا عايز احركه من هاي كونسنتريشن في السل الى لو كونسنتريشن في البلازما، ده مبدئيا ديفيوجن. نيجي للسؤال التاني بقى للجلوكوز، هو انت محتاج كارير يا جلوكوز زي عند الابيكال بوردر؟ قال لك ايوه، انا دايما محتاج كارير. الجلوكوز يعامل معامله خاصه لانه اهم نيوترينت بالنسبه لنا. البرين ما يحرقش غيره، ده الاساس، لو حرق حاجه تانية دي مشكله تانية، بس البرين يعتمد على الجلوكوز كونسامبشن. فالجلوكوز قال انا عندي كارير هنا، قلنا له طب اسم الكارير ايه الاولاني في الابيكال بوردر؟ قال اسمه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر. حتى المراجع يختصروها، صوديوم اول حرف فيها اس، جلوكوز جي ال اول حرفين، ترانسبورتر تي. قال لك بس يبقى الشيال هنا اس جي ال تي، اهو انا بتكلم في الحته دي. طب تعالى هنا بقى على الكارير، قال لك انا هتنقل للبلازما بكارير ليس له علاقه بالصوديوم، هسميها صوديوم ان ديبندنت، لا يعتمد عليه. طبعا شرحنا الكلام ده في الاندوكراين وقلنا ان الجلوكوز ترانسبورترز انواع، سبع انواع، ارجع لجزئيه الاندوكراين هنا. يبقى نقله الجلوكوز من السل للبلازما فاسيليتيتد، عد كام نقله في الرسمه دي. برايمري اكتيف اولا، سمبل ديفيوجن، سكندري اكتيف، فاسيليتيتد ديفيوجن. يعني انا عندي نوعين الباسيف ونوعين الاكتيف كلهم في هذه الرسمه. الرسمه دي كلها بتعبر عن الترانس توبولر بروسس. بس قبل ما اجي اخلصها، طلبه بتسال هو دايما الصوديوم بيشيل جلوكوز بس من اليوم اللي السل؟ لا، ده ممكن يدخل كمان امينو اسيدز. الامينو اسيدز بتتعامل شبه الجلوكوز بدرجه كبيره، هي. تقول لي طب هو ليه الامينو اسيدز مهمه قوي؟ لان الامينو اسيد لما تتنقل للبلازما تعمل بلازما بروتينز، والبلازما بروتينز مهمه زي الالبيومين اللي بيحافظ على الاوزموتيك بريشر، بيعمل اعاده امتصاص الميه، بيمنع إديمة، كلام بقى اللي اخدناه في فيديوهات البلد والكارديوفاسكولار سيستم من قبل. الكلام ده نبتدي نقوله دلوقتي، ده البداية بتاعتي. في حاجة تانية، الصوديوم مش لازم يتحرك في نفس الاتجاه مع أي مادة تانية، ممكن يتحرك في اتجاه عكسي. يعني الـ NA من اليوم إلى السل، في المقابل وده اللي هقوله النهاردة، السل جواها حاجة أنا عايز أتخلص منها زي هيدروجين ايون. كلام ده هيبان بالرسم، انا عايز الهيدروجين يسيب السل ويروح لليومن. وكلنا اتفقنا في الفيديوهات السابقة اي حاجة هتترمي في اليومن يبقى مصيرها سكريشن، التخلص منها، ده في منتهى الاهمية، وهيبقى الاتجاه عكسي. بدل ما تسميها كو ترانسبورت هتتسمى كاونتر ترانسبورت، العكسي او الانتي بورت. بص بقى معايا هنا، ادي التوبولار سيل، وده اليومن، وده من بره البلازما بيري توبولار كابيلاري. قبل ما اجي اكمل تفاصيل، عايز افكرك حاجه في الاناتومي اوف ذا نيفرون، قلناها في الفيديو التاني. دايما البروكسيمال توبيول بيبقى موازي ليها بلاد فيسل. البلاد فيسل ده الاحمر اللي بارلل للبروكسيمال توبيول
بسميها بيري توبيولر. بيري يعني جنب، والتوبيولر هو بروكسيمال توبيول كابيلاري. طب سؤال، هو البيري توبيولر كابيلاري كانت امتداد لمين؟ للإيفرنت ارتيريول. ارجع افتكر بقى، إيفرنت ارتيريول امتدادها بيري توبيولر كابيلاريز. ولو بنتكلم على جاكستا ميدالري نفرون، يبقى امتداد الإيفرنت فازا ريكتا، الأنابيب الطويلة اليو شيب اللي حوالين اللوب أوف هينل. هتقول لي ماشي، والنقل كله عبر السيل. بص زي اتجاه الماوس، وادي الأسهم اهي ماشي معايا. طب ايه يا دكتور ده؟ انا شايف ان ما بين سل وسل اهي كأن الأكتاف مرتبطة وملتصقة ببعض، كل تو سيلز لازقين كتفهم في بعض، حاجة اسمها تايت جونكشن. دكاترة الهيستولوجي نبهونا المعلومة مهمة قوي، اوعوا تتخدعوا بكلمة تايت. تايت يعني ربطة محكمة، يعني ما تمررش حاجة خالص. مين قالك؟ التسمية دي مش دقيقة، ده التايت ده هيعدي فيه المية. يعني اوعى تقول لي تايت نو بيرميابيليتي لاي حاجة، لا، المية تعدي في التايت جونكشن. ومش المية بس، واي سوليوت مواد بتدوب في المية. يعني حتى التسمية يقول لك اتيزا ميس نومر، مغالطة، مش تسمية دقيقة 100%. طيب جينا وقلنا ايه؟ ان التايت جونكشن هسميها اسم بارا سيليولر، وكلمة بارا يعني باراليل، افتكرها ببارا سيمباثيتك. يبقى انا عندي بص مكان صباعي، لو السوليوتس او المواد اتحركت في هذا الاتجاه ما بين سل وسل عبر التايت جونكشن، بص مكان صباعي ده، يبقى باراليل للتوبيولر سيل، بارا سيلولار باسوي. تقول لي يعني معنى كلامك ان النقل مش كله ترانس توبيولر بيعدي عبر السيل، لا، في جزء بارا سيلولار. اديك مثال، زي الووتر، زي الكلورايد. طبعا الأمثلة دي ليس لها معنى من غير رسمة موضحة، وليه الكلورايد يتحرك بارا سيلولر، دي نقطة مهمة جدا. طب وهل التحرك ده في بداية التوبيول ولا في آخره؟ ده مهم قوي. وأقول لك طب والبوتاسيوم هيتحرك برضو بارا سيلولر في البداية ولا في آخره؟ النقطة دي مهمة. يعني الطالب الشاطر النهاردة قبل ما أقول تفاصيل الفيديو لازم يبقى مركز من دلوقتي، الدكتور هيتكلم على أي حاجة بتتحرك، عايز ثلاث نقط، بتتحرك أكتف ولا باسف، دي النقطة الأولى، بتتحرك ترانس توبيولر ولا بارا سيلولر، يعني عبر السيل ولا باراليل في الفراغات التايت. والنقطة التالتة، يا ترى النقل ده حصل في بداية التوبيول ولا في آخر التوبيول؟ وكل حاجة هتتشرح بالتفاصيل. تعالوا بقى نبص على حاجة مبدئية دلوقتي، ده الترانس سيلولر، وهنا ده البارا سيلولر باسوي، آدي البارا أو الموازي. طيب هتقول لي كلام جميل، طيب إيه الأرقام اللي مكتوبة من فوق؟ هقول حاجة بسيطة جدا، الصوديوم اتحرك 3NA من السل للانترستيشال فلويد. تركيز الصوديوم دلوقتي ايه؟ هتقولي قل، ده اللي قلتها في بداية الفيديو. طالما الصوديوم كونسنتريشن قل دلوقتي، هيبقى البوتنشيال ديفرنس بين تركيز الصوديوم جوه السل وبره بالنيجاتيف. تعال افكرك نيرف من سنة اولى، في سنة أولى كنا بنقول إن البوتنشال ديفرنس أو فرق الجهد بنقول عليها نيجاتيف أو بوزيتيف على أساس الإنر تشارجز،
هنا انا بتكلم عن صوديوم. صوديوم ساب مكانه وزاد بره، قل هنا جوه السل قليل، يبقى انا بعبر الفرق باللي جوه السل بقى نيجاتيف كام؟ 70 ملي فولت. يعني اللي بره كتركيز صوديوم اعلى من اللي جوه السل 70 ملي فولت. ده كلام جميل. طب بص بقى اللي بعدها، صوديوم كونسنتريشن قل جوه السل، فتحرك الصوديوم من الفلويد او اليومن الى السل. لما الصوديوم ساب مكانه من اليومن الى السل، يبقى هنا البوتنشال بتاع الصوديوم نيجاتيف، الموجب اتحرك لجوه السل فبقى نيجاتيف 4 او نيجاتيف 3 ملي فولت، زي ما تكست بوك كتير بتقول. يعني انت عايز تقول لنا ان النقلة اللي انت بتقولها دي بيبقى نتيجتها potential difference، سالب 70 جوه السل ثم سالب 3 في اليومن لما الصوديوم قرر يتحرك من اليومن الى السل. سمينا الكلام ده ترانس ميمبرين potential difference. كلام ده أساسيات. طالب الآن هيسأل سؤال مهم، أنا استفدت إيه لما الصوديوم ساب مكانه؟ يعني بمعنى صوديوم اتحرك من اليوم للسل، قال أنا استفدته البوزيتيف اتحرك، يبقى تركيز النيجاتيف هنا هيزيد. هتقول لي بس تركيز النيجاتيف هيزيد، الكلورايد تركيزه هيعلى. إيه ده؟ كلورايد تركيزه هيعلى؟ انا معاك، ما هو في كلورايد سي ال، ما هو اليوم النازل فيه ان ايه وسي ال. صوديوم كلورايد ده موجود في البلازما عادي؟ تقول لي ايوه، وانت اتفقت معانا ان البلازما الكيدني بتفلتر البلازما 3 لتر 60 مره كل يوم. اقول لك ايوه، صوديوم اتحرك. طيب الكلورايد عايز يتحرك وراه على اساس ايه؟ انت يا صوديوم لما اتحركت خليت النيجاتيف تشارج في اليومن تركيزها يعلى، ولما عالي الكلورايد عالي عن تركيز الكلورايد في الانترستيشن. يعني الكلورايد هنا ككونسنتريشن عالي في اليومن وفي الانترستيشن قليل، فقال لك انا هتحرك من هاي تو لو باي ديفيوجن، بس تابع ليك يا صوديوم. تقول لي ماشي حرك اهو تابع باسف، وانت قلت لنا هيتحرك ازاي، بس في نقطة مهمة، في بداية التوبيول ولا اخره؟ في بداية التوبيول. خدها قاعدة عادة، لما اقولك اي حاجة بتتحرك ورا الصوديوم امتى، تقول لي early توبيول early part. تقول لي طب سؤال بقى، طيب والجزء الاخير من التوبيول الحركة على أساس مين؟ تعال نقولها بشكل منطقي، صوديوم زاد هنا في اللاترال انتر سيليولار سبيس، شايف العاملة زي حرف V اللي هو الحتة الضيقة اللي بين سل وسل اللي نهايتها تايت جانكشن، صوديوم اتحرك هنا. فلما الصوديوم اتحرك بقى ليه أوزمولاريتي عالية هنا، فشد وراه المية. تقول لي ايوه بالاوزموزس، صوديوم شد وراه الميه، وهنقول النهارده نسب. لما الصوديوم شد وراه الميه بقى هنا فيه اوزموتيك جريدينت، ودي نقطه مهمه قوي. وعلى فكره الميه ليها هيدروستاتيك بريشر، ليها قوه. الميه لما بتتحرك يتحرك وراها السوليوتس اللي دايبه فيها، يتحركوا من اللاترال سبيس للانترستيشيال الى هنا البلاد اللي هو بيري توبيولر كابيلاريز. فاكر الاسطوانه البينك قبل كده؟ ده البيري توبيولر كابيلاري. فانا كميه هشدك ورايا، هشد الاملاح التانيه ورايا، ده مهمه جدا. عشان كده الميه شدت كلورايد في نهايه البروكسيمال توبيول. طالب هيسأل طب أنا عايز حاجة مقنعة أكتر، أقول له ببساطة مش المية تم امتصاصها هنا ورا الصوديوم؟ تقول لي معاك، صوديوم شد مية، معلومة دي أنا عارفها،
بالتالي تركيز المية هنا في اليومن اخباره ايه؟ تقول لي طبعا هيقل، ومدام مفيش مية ومفيش صوديوم يبقى الكلورايد كتركيز في التوبيولر فلويد تتوقع يزيد ولا لا؟ تقول لي طبعا هيزيد، انت سحبت من الفلويد ملح ومية، صوديوم ومية، كلورايد بقى مركز قوي، ومركز هنا. وبالنسبة للانترستيشيال كلورايد كونسنتريشن أقل، فيتحرك السي ال من هاي إلى لو، وده مبني على الديفيوجن وتابع ليه المية. ما هو لما المية امتصت خلت الكلورايد تركيزه يعلى فتحرك، وده حصل في نهاية البروكسيمال توبيول. الكلام ده هنوضحه في نهاية الفيديو كرسم. أنا مش بسبق الأحداث، أنا عايز أعرفك إيه أهمية اللاترال إنتر سيليولر سبيس، إيه أهمية إن يبقى فيه نيجاتيف 4 أو 3 ملي فولت في اليومن، أنا استفدت إيه؟ دي مهم. تعال نجمع بقى كلامنا. الصوديوم أولا يشد وراه كلورايد إيرلي بارت، الصوديوم لما اتحرك يشد وراه مية، ولما المية تتحرك وراه تركيز الكلورايد يزيد. خلي بالك كله نتيجته واحدة، انت عايز الكلورايد يتحرك للانترستيشيال، ايوة، يبقى لازم تركيزه هنا يعلى، يعلى في البدايات خلي الان ايه موجب يسيب مكانه، يعلى في النهايات خلي الووتر ري ابزورب التابع للصوديوم. ده مهم جدا، وده التفسير كلنا اللي احنا قلناه. خلي بالك حتى جيت قلت لك ليت في البروكسيمال توبيول بعد ما، بص هنا بقى في نقطة ودي بقى التكملة، بعد ما الكلورايد تم امتصاصه تتوقع اليومن يبقى فيها ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف بوتنشال؟ تقول لي اكيد بوزيتيف، الكلورايد السالب ساب مكانه فاللي جوه بقى بوزيتيف، والانترستيشيوم بقى نيجاتيف. طب وده يفرق معايا في ايه؟ تعالى نرجع للرسمه اللي فاتت علشان نوضح حاجه. السي ال قلنا هيتحرك، طب ولما اتحرك هيبقى البوزيتيف بوتنشال هنا في التوبيولر فلويد، السالب مش موجود فهنا بوزيتيف. طب والكلورايد زاد فين؟ في الانترستيشيوم. بص بقى معايا في الجزء السماوي ده، هنا في نيجاتيف تشارج، كلورايد زاد هنا، وهنا في بوزيتيف تشارج. هتقول لي طيب وده هيفرق معايا في ايه؟ ارجع بالذكريات للفيزيكس بتاعه ثانويه عامه، دايما النيجاتيف تشارج اتراكت البوزيتيف. حتى لما نيجي نقول في البطاريه القطب السالب للبطاريه اتراكت البوزيتيف ايونز، هنا بقى النيجاتيف تشارج اتراكت البوزيتيف. يعني ايه؟ هنا التوبيولر فلويد او اليومن نازل فيه بوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم، دول مين اللي هيشدهم؟ السي ال نيجاتيف. عشان كده قال لك النيجاتيف تشارج اللي في الانترستيشيوم هيعمل ايه؟ اتراكت الكاتايونز من التوبيولر اليومن. تعال افكرك وات از كاتايون. كاتايون معناها ايونز اتراكتد للكاثود. كلنا عارفين الكاثود القطب السالب للبطاريه، يبقى معنى كلامك اني اي بوزيتيف ايون هيتشد للسي ال نيجاتيف، وده اللي حصل. يبقى انا كده قدرت اعرف ازاي البوتاسيوم ري ابزوربت، وازاي الكالسيوم ري ابزوربت، والمغنيسيوم. وتعالى اسالك سؤال استباقي ومهم جدا، تتوقع البوتاسيوم ري ابزوربت ورا الكلورايد ايرلي ولا ليت بارت؟ طالب الشاطر يقول لي ليت بارت. ليه؟ انت لسه قايل لنا ان الكلورايد لما تسحب الميه من التوبيولر فلويد تركيزها زاد. اقول لك ماشي، طب والميه اتسحبت امتى؟
ليت بروكسيمال توبيول. فالكلورايد اتحرك من هنا لهنا، ولما اتحرك هو هنا شد البوزيتيف ايون معاه، يبقى معنى كده بوتاسيوم كالسيوم ماجنيزيوم ري ابزوربشن في الليت بارت اوف بروكسيمال توبيول. طيب ليه ناقص حته؟ يا ترى النقل ده ترانس سيلولار ولا بارا سيلولار؟ بارا سيلولار باس واي، يعني نقل الكلورايد ونقل الميه، فاكر من خلال التايت جانكشن، كل والبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم، كل ده بارا سيلولار باس واي. طيب عايز اقول معلومه مهمه هنا، حاجه اسمها بالك فلو. احنا اتفقنا ترانس سيلولار ليها اربع طرق، اتنين باسيف واتنين اكتف، وقلنا يعني كو وكاونتر ترانسبورت. دلوقتي هتكلم على حاجه مهمه. انت جيت قلت ان الصوديوم كونسنتريشن عالي هنا، اوزمولاريتي زادت، شد الميه باي اوزموزس، اهي الميه هنا، الميه دخلت من الانترستيشيال فلويد. خلي بالك الانترستيشيال اللي بحرك الماوس عليه هو الفلويد اللي حوالين السل، فهنا شيء طبيعي هيبقى فيه هايدرو ستاتيك بريشر. الميه لما اتحركت ودخلت في البيريتوبولار كابيلاري شدت، بص اتجاه الاسهم الحمراء دي، شدت اي سوليوت فيها، اي ماده مذابه فيها، سميناها بالك فلو. كلمه بالك يعني كتله، يعني الميه مش بس بتتحرك واللي يدوب فيها، عارف، واللي يتشدد لها زي ما بنقول بالبلدي. طيب البالك فلو له اسم اخر، سولفنت دراج. كلمه سولفنت معناها مذيب، طب ودراج يعني يشد، دراج يعني بول، انا بشدك في اتجاهي، وده مهم جدا. طيب كده احنا عرفنا حتى الان توبولار ترانسبورت بروسس، ترانسسيلولار باراسيلولار، أهمية البوتنشال ديفرنس اللي حصلت في السل واللي حصلت في اليومن والكلورايد وإيرلي وليت، وحنقولها في النهاية. في هذا السلايد عايز أقول لك داينامكس أوف فلويد ري أبزوربشن، ديناميكية الحركة. زمان وإحنا في المدرسة كنا بناخد برانش اسمه داينامكس، الحركة، اي فلويد لي موشن. الموشن ده ازاي؟ بص معايا قبل ما نكمل، هنا اليومن طبعا ده الابيكال بوردر، ده البروكسيمال توبولار سيل، ده بيزو لاترال بوردر، والجزء الازرق ده الفاتح هو الانترستيشيال، والجزء البينك هو البيري توبولار كابيلر. انا عايز اعرف دلوقتي ايه هي القوة اللي بتتحكم في الفلويد ريابزوربشن. قبل ما نقول ايه القوه دي، عايز اعرفك ان البروكسيمال كونفوليوتد توبيول طبعا هي معرجه. كلمه كونفوليوتد معناها متعرج مش مستقيم. طب كل ما انا ابقى متعرج هزود السيرفس اريا بتاعتي، مساحه سطح الامتصاص. ده بيفكرني بالظبط بالفيلاي of the small intestine، فاكر ليها سيرفيس اريا كبيره، عشان كده البروكسيمال توبيول اكبر مساحه او اكبر جزئيه في النفرون عنده قدره امتصاص او سكريشن. ده البدايه، زي ما احنا شرحنا فيديو الجي اف ار الفورسز اللي بتتحكم في جلوميرولر فلتريشن ريت، انا عايز اعرف القوه التي تتحكم في امتصاص الماء. ستارلينج فاكرين قال لك انا عندي قوتين عكس بعض، قوه فلتريشن وقوه ابزوربنج. النهارده احنا هنقول قوه ابزوربنج. يعني ايه ابزوربنج؟ يعني تدخل الفلويد من الانترستيشيال، تدخل الميه الى بيري
tubular capillaries. يعني أي أسهم هيبقى داخل في الاسطوانة البينك يعتبر قوة امتصاص، وبالعكس أي سهم يبقى خارج من الاسطوانة البينك البرة للانترستيشيال هنعتبره قوة عكسية. طيب تعالى بقى نشوف القصة ماشية ازاي. ادي المية في اليومين اتحركت للسل ودخلت الى الانترستيشيال فلويد. عايز اعرفك سواء انترستيشيال او بيريتوبيولار كابيلاري في كل مكان فيهم في قوتين، قوة ضغط مية وقوة بلازما بروتينز. بمعنى نقول شكل مبدئي قبل ما دلوقتي نقول اسهم مع بعض واتجاه قوة. لو انا بقول لك ضغط المية هنا في الانترستيش عالي هيزق الفلويد فين؟ تقول لي الجوه في البيريتوبولار كابيلاري، تبقى دي قوة امتصاص ولا لا؟ تقول لي امتصاص، دي ابزوربشن، الاتجاه ناحية البيريتوبولار كابيلاري. طيب لما اجي اقول لك انا عندي بلازما بروتينز في البيريتوبولار كابيلاري مشهورة انها تسحب مية، يعني تسحب مية من الانترستيشال لجوه لناحية الكابيلاري، تبقى دي قوة ايه؟ ابزوربشن. يعني البيريتوبولار كابيلاري علشان تمتص الفلويد في قوة براها اسمها هيدروستاتيك بريشر هنا تزق الفلويد في اتجاهها، قوة امتصاص. وفي قوة داخلية جواها اسمها اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتين، والقوة دي على فكرة برضو قوة امتصاص. والعكس في قوتين اخرين. بص بقى معايا هنشتغل اسهم. ده الهيدروستاتيك بريشر للانترستيشيال فلويد مقداره 6. بص السهم بقى اتجاهه عند البيريتوبولار كابيلاري، تبقى ده اول ابزوربشن فورس مقداره 6. بص بقى تعال نشوف العكس. طب لو هيدروستاتيك بريشر جوه البيريتوبولار كابيلاري الضغط الميه اللي في المكان هيزق لبره. بص بقى الاتجاه السهم الان اهو، الاتجاه السهم اتجاه عكسي، يبقى السهم ده اللي مخرج الميه لبره للانترستيشيال مقداره 13، يبقى opposing فورس. طب تعالى اوزموتيك بريشر في الانترستيشيال فلويد يعمل ايه؟ هيحتفظ بالميه هنا وبالتالي opposing. طب والاوزموتيك بريشر اللي موجود جوه البيريتوبولار كابيلاري يحتفظ بالميه جوه. تيجي نجمع قوى الابزوربشن 6 زائد 32، ده يزق لجوه وده يحتفظ بيها جوه، خلاص 38 مليمتر مركري. طب الاوبوزنج فورسز او القوى العكسيه هتلاقي 13 هيدروستاتيك بريشر اللي هو السهم يزق لبره، و15 مليمتر مركري بتاع البلازما بروتين في الانترستيشيال فلويد بيحتفظ بالميه هنا. 13 زائد 15 يساوي 28 مليمتر مركري. ايه ده يا دكتور 38 ابزوربنج و28 العكس، يبقى الفرق 10 مليمتر مركري. هسكت وانتظر من اللي بيشوف الفيديو دلوقتي يقول ملاحظه. هسكت ثواني، قول لي ايه رايك؟ تقول لي انا كده فهمت ان النت ابزوربنج فورس محصله الابزوربشن 10 مليمتر مركري تساوي النت فلتريشن بريشر اللي برضو 10 مليمتر مركري. الخالق عظيم، كله بابداع لا يمكن تخيله. شوف الفكره، محصله الفلتريشن هي محصله الابزوربشن فورس. طيب نيجي دلوقتي طبعا، وده العنوان
بتاعنا اللي احنا قلناه. ده بقى الرسمة المجمعة اللي انا اتكلمت عليها. بص معايا، ده الايرلي بروكسيمال، الصوديوم اتحرك عادي. بص بقى، الصوديوم هو بيتحرك من اليومين الى السل، شوف الهيدروجين اتحرك ايه بالعكس. السهم الازرق ده او الاسود هو انتي بورت للصوديوم. انت يا صوديوم من اليومين الى السل ديفيوجن حقك، هيدروجين العكس. طالب يقول لي طب وهو الهيدروجين اللي جوه السل ده مصدره جاي منين؟ مصدره جاي من السي او 2. السل جواها كربون دايوكسيد، سي او 2 مع الميه، افتكر ايام ريسبيريشن عمل لي كربونيك اسيد بالكربونيك ان هيدريز انزيم. هنعرف ان الكربونيك ان هيدريز له نوعين هيتقال. طب ال H2CO3 هنا يتفكك الى هيدروجين و HCO3. حلو، الهيدروجين ايون يتحرك من السل الى اليومين، يتحرك عادي جدا. في المقابل يدخل الصوديوم مكانه، دي بنسميها انتي بورت او secondary active secretion. فطالب يقول لي طيب وهو فين السكندري اكتف؟ هقول له ما هو البدايه صوديوم بوتاسيوم بامب، قللت الصوديوم كونسنتريشن جوه السل. شايف انا بكرر تاني، صوديوم قل في السل، تالت خطوه فالصوديوم اتحرك من اليومين الى السل. في المقابل الهيدروجين حصل له سكريشن. السكريشن والتخلص من الهيدروجين هو تابع للبامب في البدايات، تبقى انت secondary active secretion. عايز اقول ملحوظة مهمة جدا، الهيدروجين دايما التخلص منه تابع للصوديوم ما عدا في مكان واحد اسمه intercalated cells، نهايات الديستال توبيول. الهيدروجين قال هتخلص من نفسي بنفسي. طبعا الكلام ده هنركز عليه ان شاء الله مع فيديو الديستال وكولكتنج داكت. طيب بص بقى معايا، دي البدايه، ده الايرلي. طب الصوديوم دلوقتي عمل ايه؟ مش هو ساب اليومين؟ بص اهو رقم 2، فبقى البوتنشال جوه اليومين نيجاتيف، فاكر دي نيجاتيف 3 او نيجاتيف 4. حلو، بقى نيجاتيف، النيجاتيف زاد، مين اللي زاد؟ السي ال اهو. فالسي ال قلنا له طب ولما الصوديوم يسيب مكانه؟ قال خلاص انا تركيزي هيعلى، فاتحرك من هنا من اليومين الى البلد، هتحرك بالديفيوجن العادي، تركيز عالي تركيز اقل، عن طريق ايه؟ شايف تايت جانكشن. السهم الاصفر ده ما بيتحركش ترانس توبيولر ابدا، بيتحرك بارا سيلولر. يبقى ايرلي كلورايد تابع للصوديوم، الكلام ده في غايه الخطوره. طب تعالى بقى بص معايا في الليت، شايف الميه اتحركت اهي، الميه اتحركت عادي مالها ماشي. لما الميه اتحركت تابع للصوديوم يبقى تركيز الكلورايد جوه اليومين هيعلى، بقى مركز، تسحبت مني صوديوم وميه، فالكلورايد يتحرك من هاي في اليومين الى لو في الانترستيشن طبعا، وبعدها بيريتوبولار كابيلاري، فالكلورايد يتحرك معاك بمنتهى البساطه. طب الكلورايد لما اتحرك يبقى النيجاتيف تشارج اللي في اليومين خلاص هتقل لان انا سبت مكاني، فبقى هنا في بوزيتيف تشارج عالي في اليومين زي بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم، ده اللي انا قلت لكم عليه كمقدمه، وادي الرسمه. وهنا الكلورايد زاد انترستيشن، وقلنا ان النيجاتيف تشارج اهي نيجاتيف هيشد البوزيتيف في اتجاهه، قال له تعالى معايا في الانترستيشن، وده سبب ري ابزوربشن اوف الكاتاينز.
من هنا ورايح سنبدأ في إعطاء أرقام. يعني إحنا هنتكلم على رحلة الأيونز خلال النفرون من أول البروكسيمال توبيول حتى كوليكتينج دكت. خلال الرحلة دي لازم تقول لي برسنتج. يعني أنا بقول لك في أول فيديو قلت لك إن الصوديوم ده هيمتص 99 وشوية في المية. طب ما هو 99% دي أنا عايز أعرف مراحلها. البداية أهو 65% of sodium وكلورايد ووتر كلهم بيمتصوا مع بعض. يعني البداية النسبة ثابتة 65% من الملح راح للاترال انتر سيلولار سبيس، شد وراه نفس النسبة من المية في الانتر او في اللاترال سبيس. هنا بقى ارجعك لايام سنة اولى لما تركيز الملح والمية يبقى متساوي، يا ترى الاوزمولاريتي اتغيرت؟ فاكر الاوزمولاريتي نمبر اوف اوزمول لكل لتر؟ تقول لي لا، ما هو الملح اللي جوه البروكسيمال توبيول هو هو اللي بره، يعني ايزو تونيك. فاكر في سنة اولى انا قلت لك ايه؟ لو تركيز الملح اتغير بره وجوه حاجة من اتنين، يا السل تتملي بمية كتير يا اما السل تكش حسب تركيز الملح جواها قليل او لا. هنا انا بسمي الموضوع اسم ايزو اوزموتيك ري ابزوربشن. ايزو اوزموتيك عاملة زي ايزو تونيك، ان الاوزموزس او الاوزمولاريتي متساوية ما زالت 300. خلي بالك البلازما اوزمولاريتي 290 الى 300 نزلت في الفلتر في البومنز كبسول، دخلت في البروكسيمال كونفوليوتد توبيول، قلنا لها انت زي ما انت لان نسبه الصوديوم والووتر ري ابزوربد ار ايكوال. دي مهمه جدا انك تذكرها. في كمان كلمه مهمه لازم نعرفها، امتصاص الووتر is obligatory، المية بتمتص غصب عنها إجباري تابع للصوديوم. فطالب من اللي هيسمعنا دلوقتي يقول لي ما هو دايما الووتر تابع للصوديوم، أقول له لا، إلا في المراحل الأخيرة ديستال توبيول الأنابيب البعيدة والكوليكتينج دكت سينفصل الووتر عن الصوديوم. مش هسميها اوبليجاتوري، هسميها اسم تاني هنعرفه فيما بعد. امتصاص المية على فكرة لا يخضع لهرمونز، لان احنا هنيجي نقول في كوليكتنج دكت بعدين انتي دايوريتك هرمون خدناها في الاندوكراين. الهرمون ده متخصص لمنع نزول المية الزيادة في اليورين. تقول لي انا كده ابتديت استنتج معاك حاجة في البدايات، ايه هي؟ اني ووتر ري ابزوربشن في البروكسيمال توبيول لازم اقول ثلاث كلمات. الكلمة الاولى ايزو اوزموتيك، الكلمة التانية اوبليجاتوري، التالتة انها does not under caused او مسببة by hormones. ده في منتهى الاهمية. طيب سؤال مهم، الووتر ري ابزوربشن تم امتصاصه، الميه امتصت تابع للصوديوم، يا ترى اخبار اليوريا ايه؟ انا لسه قايل ان الكلورايد هيزداد تركيزها، خلاص مفيش غير انا بيت مركز لا معايا ملح ولا ميه. نفس الكلام ينطبق على اليوريا. في فيديو المقدمه قلت لك ان الكدني تتخلص من اليوريا، ولكن في جزء من اليوريا مهم جدا بيساعد الصوديوم على سحب المية. أيوة اليوريا يا جماعة 50% منها مفيد، ليها علاقة بالأوزمولاريتي. علشان كده لازم نبقى عارفين معلومة مهمة قوي، لما المية اتحركت
اليوريا كونسنتريشن زاد زاد جوه البروكسيمال توبيول اكتر من تركيزها في الانترستيشيال سبيس، فاليوريا اتحركت باي ديفيوجن. لكن دكاتره الهيستولوجي قالوا لنا معلومه مهمه، الوول جدار البروكسيمال توبيول ما بيعديش اليوريا قوي، بارشيال بيرميابل، بارشيال بيرميابل، وده مهم قوي، لكن يعدي الميه بدرجه كبيره جدا. ده لازم طبعا اكون فاهم هذا الكلام. في معلومه عايز اقولها لك، ان اليوريا بتمتص في مكانين فقط. اول مكان قلنا النهارده بروكسيمال توبيول، على فكره بتمتص باسيف 50%. انا عمال اقول لك ارقام لكل حاجه، في نهايه الفيديو هرتب لك الارقام بطريقه ما تنساهاش. يعني لغايه دلوقتي قلنا رقمين، 65% صوديوم ووتر كلورايد، ده رقم، 50% يوريا، واليوريا بنسميها باك ديفيوجن. طيب اخبار البوتاسيوم اللي عدى في البروكسيمال توبيول، 80% منه تم امتصاصه. خلي بالك البوتاسيوم مهم قوي، تقول لي في الايرلي انا تابع للصوديوم، ايوه، تقول لي طب الله تابع للصوديوم ازاي؟ الصوديوم ده بوزيتيف، كان المفروض يبقى تابع لكلورايد. هقول لك الفكره، في البدايات الصوديوم حصل له ابزوربشن، هتقول لي ماشي، الصوديوم شد وراه ميه والميه زودت الهيدروستاتيك بريشر، زودت بالك فلو سولفنت دراج، قالت ايه ده يا بوتاسيوم انت بتتشال معايا، فهتتشال معايا في الميه تابع للصوديوم، ده ايرلي. قلنا لها طيب لو الليت بروكسيمال توبيول بوتاسيوم يمتص تابع لمين؟ كلورايد، قلناها كذا مره في هذا الفيديو وشرحناها بالتفاصيل. باي كربونيت 90% منه يمتص، وهنشرحها يمتص ازاي. 90% منه، ده مهم جدا هذا الكلام. على فكره الباي كارب لازم يمتص لانه بفر، بينظم البي اتش، يتفاعل مع اي سترونج اسيد يحوله الى ويك اسيد. طالب هيسال هو ازاي هيحصل له ابزوربشن، ده سؤال، وسؤال تاني هو ليه مش 100% من الباي كارب هيبقى ري ابزوربد. هقول لك لسه هنكمل رحلتنا في بقية الفيديوهات. طب واخبار البروتين؟ البروتين اللي نازل الفلتر كميته صغيرة جدا. خلي بالك في فيديو جي اف ار انا قلت لك الفلترينج ممبرين نيجاتيف تشارج، مش هيعدي الالبيومين من خلاله، واي بروتين حجمه كبير ما يقدرش يعدي الا لو عصر من حجمه. عشان كده في الفلتر بروتين قليل قوي قوي قوي، ده مهم. حاجه كمان، بروكسيمال توبيول هو المكان الوحيد للفوسفيت ري ابزوربشن، مهم قوي، يمتص الفوسفيت. خلي بالك امتصاص الفوسفيت في الاندوكراين ممنوع بالبارا سيرويد هرمون. فاكر لما قلت لك بارا سيرويد هرمون بيحافظ على الفوسفيت في اليومن، بيقلل تركيزه في الدم. طب ليه بيحافظ عليه في اليومن؟ طبعا كان وقتها الطلبة يقولوا ايه، كالسيوم تايمز فوسفيت يساوي سوليوبيليتي برودكت ثابتة، لو الفوسفيت قل في الدم كالسيوم يعلى، اللي يعلى مضروب في اللي يقل، فتبقى القيمة ثابتة. ولكن انا في الفيديو وضحت لك معلومة مهمة، احنا مش عايزين الفوسفيت ري ابزوربد. ليه؟ لان الفوسفيت بيشتغل كبفر. في معلومة هتعرفها، ان الفوسفيت ليه جزء اسيدك وجزء الكالين، كلام ده هنقوله مع الاسيد بيز بالانس بالتفاصيل في نهايات فيديوهات الكدني. دايما البفر
معناه اشتغل على الوشين. لو زاد البيز الالكالي امسكه في الجزء الاسيدك بتاعي، والعكس صحيح نفس الفكرة. الفوسفيت كبفر ليه جزء الكالاين بارت وليه جزء اسيدك بارت. نيجي للكالسيوم، 60% of الكالسيوم reabsorbed paracellular، نفس الفكرة. وحتى قلناها هو والبوتاسيوم والمغنيسيوم تابع للكلورايد في الليت ديستال توبيول، كلام ده كله بيناه بالرسم. ولكن الريجوليشن سيحدث في الديستال توبيول. خلي بالك كمعلومة اندوكراين قديمة انه باراثايرويد يمنع الفوسفيت ري ابزوربشن في البروكسيمال توبيول ويزود الكالسيوم ري ابزوربشن في الديستال توبيول. طبعا كلورايد لازم يبقى امتصاصه بارا سيلولر اند باي سولفنت دراج. في سؤال مهم جدا هنهي بيه هذا الفيديو، ازاي الصوديوم اثر على امتصاص كل العناصر؟ هتقول لي انت شرحتها بالرسم، ولكن عايز اشبك لك الصوديوم بتشبيه مهم. صوديوم بيشتغل زي عربية القطر الكبيرة، دايما تلاقي عربية قطر كبيرة قوي ماسك فيها بسلاسل حديد عربيات صغيرة. لما العربية الكبيرة تتحرك هتجر وراها بقية العربيات. العربية الكبيرة صوديوم، طب والعربيات الصغيرة ووتر وكلورايد، دول وراها بوتاسيوم، ما هو البوتاسيوم سوليوت ان ووتر، كلنا وراء امينو اسيد جلوكوز، احنا كلنا تبعك. وادي الرسمه نيجاتيف 70 ونيجاتيف 3 زي ما قلنا بالظبط. وهنجاوب بقى الفيديو اللي جاي على بقيه التفاصيل. احنا قبل ما اقول لك في نهايه هذا الفيديو عايز اجي اقول لك ان احنا الفيديو القادم هنشرح بالتفاصيل بقى باي كربونيت ري ابزوربشن حصل ازاي، جلوكوز ري ابزوربشن بالكاريرز بالترانسبورت ماكسيمم برينال ثريشولد ازاي حصل سكريشن، ازاي تخلصنا من الامونيا، تخلصنا من الهيدروجين ايون، وحنقول كلينيكال ابليكيشن ازاي امنع التخلص من الهيدروجين ايون، يعني ازاي امنع ان الهيدروجين يبقى سكريتد في اليومين، وده هيبقى مفيد ازاي. والسؤال اللي هنجاوب عليه الفيديو اللي جاي، هل يا ترى الصوديوم ليه حدود في نقله ولا مستمر unlimited وليه؟ كلام ده هنقوله الفيديو القادم. في نهاية هذا الفيديو بفكرك بالعناوين الرئيسية اللي قلناها، tubular transport process كلمنا عن transcellular اربع طرق، اتنين passive واتنين active، paracellular من التايت جانكشن كلورايد يعدي ووتر يعدي، كلمنا عن early كلمنا عن late، عن اهمية البوتنشال difference بالنيجاتيف جوه السل وجوه اليومن، كلمنا عن dynamics of fluid forces across the interstitial فلويد، كل الكلام ده بالتفاصيل. كلمنا مقدمة عن النسب. الفيديو اللي جاي هحفظك في نهاية البروكسيمال توبيول النسب، مين اللي يمتص 50% وراها 60 65 80 90 100. تقولي بس انت ما قلتش 100% يمتص النهاردة، بس قلتها مع فيديو الكليرنس. جلوكوز 100% ري ابزوربد، امينو اسيد 100% ري ابزوربد. في نهايه الفيديو كان معاكم دكتور محمد فايز.